قطاع الكهرباء بلبنان عم بيعاني منذ أكثر من 60 سنة وبيحمل المواطنين والدولة خسائر كبيرة. البعض بيطالب بتسليمه للقطاع الخاص نتيجة سوء الإدارة، بينما بيرفض البعض الآخر الخصخصة حفاظاً على المرافق العامة. من هالمنطلق مبادرة مناظرة بتطرح السؤال: شو قولك؟ لا حل لأزمة الكهرباء إلا بالخصخصة؟ موضوع رح يتناظر حوله كل من حمزة مصطفى وأدي سعيد. شو قولك؟ الجمعة 9:30 المساء ببث مباشر وموحد على عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعات.